أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز عرض الألعاب السحرية على الشاشات الفضائية والنظر إليها بقصد الترفيه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز للمسلمين أنهم يمكنون السحرة من عرض سحرهم في الشاشات أو في المحطات التلفزيونية، لأن هذا نشر للسحر، تعليم للسحر، هذا لا يجوز على ولاة أمور المسلمين أنهم يمكنون هؤلاء السحرة من وسائل الإعلام، ولا ينشرون لهم صور في الجرائد والمجلات، هذا لا يجوز للمسلمين أبدا، يجب منعه، يجب على وسائل الإعلام أن تمتنع من هذا الشيء ولا تنشره بين المسلمين.